والله سيتيسكيب هذه السنة جميل كأي سنة أخرى. الآن بعد هدوء الفورة العقارية أصبح السيتيسكيب يتجه إلى المهنية التي كان يتصف بها بالسابق وهي طرح المشاريع، مو من الناحية العقارية فقط إنما من الناحية الهندسية والتخطيطية، وهو شيء جيد. أعتقد الفورات يعني الفورة تحدث في 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 فلتات الزمن، لكن لا ينكر أنه الإمارات قدرت تبني قاعدة قوية جدا بالبنية التحتية بالإنفراستراكشر خلال سنوات الانتعاش، وأنا أتوقع أنه سوف تنقضي فترة الركود بأقرب ما كنا نتصور. الآن هو المستثمرين عشان يهربون لازم يكونوا موجودين، يعني بالأساس الآن احنا في فترة هدوء فلم نشهد أي مستثمر الحقيقة هرب من الساحة، إنما ممكن الاستثمارات تتجه إلى اتجاهات أخرى ليس بسبب الأحداث الأخيرة إنما بسبب العرض والطلب مرة ثانية بالسوق.